مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومصر بين طريقين. مشاهدينا، منذ أن دعا الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستفتاء على وثيقة لجنة 50 يوم 14 و15 من يناير المقبل، وتتوالى دعوات المقاطعة من جانب، وغالبا تخرج دعوات المقاطعة من الجانب المناهض للانقلاب العسكري. أما الجانب المؤيد للانقلاب العسكري فهو عبر عن رأيه صراحة حينما اشترك في عضوية لجنة 50، وبعد ذلك كحزب النور وجبهة الإنقاذ وتمرد نزلوا للشارع بالفعل ليدعو الناس للتصويت بنعم على وثيقة لجنة 50. ما بين هذا وذاك يدور هذا النقاش، ومعي في استوديو الجزيرة مباشر مصر كلا من السيد مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي في جبهة الإنقاذ. أهلا بك معنا أستاذ مجدي. ومعي أيضا الأستاذ ياسر الشريف، المتحدث الإعلامي باسم حملة باطل ومسؤول ملف الملف الخارجي لحملة. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. وقبل أن نبدأ دعونا نشاهد بعض التظاهرات المناهضة لوثيقة لجنة 50 والتي تدعو لمقاطعتها. مع اقتراب أجل الدعوة المفترضة للاستفتاء على وثيقة التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة 50 المعينة، جاءت رسالة رفض صريحة لمحتوى الوثيقة من طرف لم يخفي مشاركته في مسار 30 من يونيو. حزب مصر القوية أعلن على لسان رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح رفض مشروع الدستور لأكثر من سبب. مزيد من الوصاية العسكرية على المصريين اللي وضعت بتواطؤ بين المجلس العسكري والرئيس مرسي في دستور 2012 فإذا بها تزداد في 2013. التبرم من وثيقة لجنة 50 تجاوز رافضيها إلى بعض من سيقولون لها نعم. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم ندد بافتئات مشروع الدستور على حقوق العمال على نحو غير مسبوق، إلا أنه دعا للموافقة عليه. أعلن أننا في اتحاد العمال سندشن أول مؤتمر جماهيري عمالي شعبي في مدينة الزقازيق. مؤيدو الوثيقة لا يملون من الدعوة بحماس للتصويت بنعم رغم ما يجده بعضهم من تحفظات. حتى القوى الإسلامية التي شاركت في كتابة الوثيقة حفاظا على الهوية وعلى المادة 219 من دستور 2012 لم تجد غضاضة في الدعوة للتصويت بنعم أيضا رغم حذف المادة المذكورة. أن هذه المواد قد حافظت على الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية. لكن لقيادات سلفية أخرى رأيا مختلفا. لا تدلي أبدا بقول نعم، فهذه دساتير باطلة. لا مفاجأة إذن أن يرى اتحاد القوى الصوفية أن الدستور الذي أنجزته لجنة 50 جيد ومرضي بنسبة 80%، وأنه رغم التحفظات سيصوتون عليه بنعم. المهرولون إلى قبول وثيقة لم ينتخب واضعوها يدفعون المراقب إلى التساؤل، أهي كتابة دستور أم مجرد سعي لتجاوز مرحلة بأي ثمن؟ أهلا بكم من جديد. أبدأ معك يا ياسر، ونتعرف ابتداء على حملة باطل. ما المقصود بباطل هنا؟ هل تقصدون الانقلاب أم تقصدون فكرة وثيقة لجنة 50؟ وكيف ستتعاملون معها أو ستحشدون ضدها خلال الفترة القادمة؟ نحن كحملة باطل لأنها بعض الجذور من شهر 10 اللي فات من صدور الخريطة، خريطة الطريق، نرفضها تماما. ما بني على باطل فهو باطل. هذه الخريطة لم تأتي باستفتاء ولم تأتي بديمقراطية ولم تأتي في مسار ديمقراطي نستطيع أن نأخذ عليه خطوات شديدة في مصر المدنية الديمقراطية. فاحنا الآن بين فرسي رهان، أن تكون ثورة مستمرة ونظام ديمقراطي مدني، وبين حكم عسكر مرة أخرى. نحن نرفض حكم العسكر، نحن لسنا ننتمي لحزب أو جماعة
أو أي وصف أو أي أيديولوجية، نحن مستقلين أحرار مصريين بين شباب وحرائر، نرفض تماما ما يصنعه الآن من خريطة ودستور. جزء منا هذه الحملة لباطل الدستور ومقاطعة الدستور والحشد عليه، نحن لدينا إرادة في الشارع، الحشد لمقاطعته تقصد، الحشد لمقاطعته والحشد في مسيرات مستمرة يعني لإنهاض الانقلاب وبدء مصر الديمقراطية في مسار مدني ديمقراطي باستفتاء. ولكن هذا الاستفتاء الذي وضع على برك من دماء وبدبابات وبأشلاء وبأشلاء المصريين لا نقبله بأي وضع من الأوضاع. نعم. أستاذ مجدي، أنتم من ضمن طبعا عضو جبهة الإنقاذ، وعموما حزب الجبهة جزء من جبهة الإنقاذ، وهو حتى بشكل آخر هو مؤيد لخارطة الطريق من ناحية، لوثيقة لجنة الخمسين من ناحية، وانضممتم أخيرا، حصل انضمام ما بينكم وبين حزب المصريين الأحرار، الحزب الذي يدعمه السيد نجيب ساويرس. لكن على أي حال، هل ترى أن هذا التوقيت وهذا المناخ الذي نعيشه في مصر الآن قابل لأن نخرج بوثيقة توافقية تسمى ما بين قوسين الدستور، أم يجب أن كان يؤجل حتى يحدث توافق مجتمعي؟ لأن الوثائق الدستورية عموما الهدف منها في الأساس هو إحداث توافق مجتمعي ولم شمل المجتمع وليس العكس. طيب، بداية أنا بس برفض الإيماء بأن الحزب المصري الأحرار يدعمه نجيب ساويرس، وهذا يعطي إيحاء للمشاهد بأن هذا الحزب قبطي. معلش أنا ما بقولش إيماء، يعني الحزب مدعم من أفراده، وحزب طيب الجبهة وحزب المصري الأحرار مش مدعم من السيد نجيب ساويرس. طبعا مدعم. طيب مدعم من الآخرين، لكن إن أنا أذكر السيد نجيب ساويرس علانية فده بيدي إيحاء للمشاهد. معلش هو مش عيب، يعني هو نجيب ساويرس مش عايز أوثق منها. لا طبعا بالطبع. هو لحظة، هو أنت يعني حاجة هو نجيب ساويرس ما تتكسفش منه أكيد. طبعا استحالة، خلاص إيه المشكلة؟ راجل وطني. طيب، ولو مشاهد كثيرة وطنية منذ دعمه لثورة 25 يناير من قبل رحيل محمد حسني مبارك. طيب، طب بيدعمكم كم حزب الجبهة بالمناسبة؟ كان بيدعمنا، بيدعمكم ماليا؟ ايوه طبعا، بيدعم المصري الأحرار طبعا. مش هو بس مجموعة كبيرة من رجال الأعمال كمان. زي مين تاني بيدعموكم؟ كتير جدا كتير جدا كتير جدا، منهم المكتب السياسي كله بيدعم الحزب، منهم الأعضاء الحزب. لا أنا قصدي ماليا، مين اللي بيدعمكم؟ كلهم بيدعموه ماليا. يعني قصدي مين من المشاهير غير نجيب ساويرس؟ على فكرة الأنشطة بتاعت الأمانات كلها بيقوم بها الأعضاء، مش نجيب ساويرس بس. هو نجيب ساويرس بس هو بيدعمكم، متفقين يعني. خلاص دي معلومة أنا بس عشان أنا أعطي معلومة زي كده، يبقى أنا بوحي للمشاهد بأن الراجل ده حزب. مش أنت قلت دي معلومة نتجاوزها، أنا بوضح لك نقطة صحيحة مليون المية. طيب خلاص، مليون المية. طيب صحيح، احنا ما غلطناش، ويعني هو كان بيدعمه، كان واقف مع الاخوان قبل كده ودعمهم قبل 25 يناير. كان بيدعم الاخوان، بيديلهم فلوس. كان بيدعمهم واقف معاهم قبل 25 يناير. امتى ادالهم كام؟ اسأل في الموضوع ده سعد الكتاتني، في السجن. ما اعرفش اساله هو في السجن للحقيقه. طيب خلينا نتكلم عن الوثيقه الدستوريه، وايه اللي يثبت ان الشعب المصري استفتى على دستور في 2012؟ إذا كانت اللجنة نفسها اللي وضعت الدستور 2012 كانت لجنة مؤسسة على معايير باطلة، هذه اللجنة أسست حسب المادة 19 من دستور من الإعلان الدستوري الصادر يوم 19 مارس، وكانت تقول بأن يقوم مجلس الشعب باختيار 100 ليضع الدستور، ثم عندما أتى المعزوم محمد مرسي قال سوف نضع الدستور توافقي، وهذا لم يحدث. وبالتالي عندما استلم هذا الدستور من السيد حسام الغرياني، انا شفت دستور 2012، انا بكلمك عشان نبني مقارنه ما بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. يعني انا بقول لك بس المعايير التي على اساسها سوف ناخذ الاستفتاء على الوثيقه الدستوريه للمقارنه، لكن انا بكلمك على مناخ الذي نعيشه في مصر. هو نفس المناخ الذي شاهدناه في 2012، هو نفس المناخ الذي عشناه في 2011 لما تواجدت لجنه طارق البشري المعينة، ونفس المناخ الذي عاشته مصر عندما وضعت لجنة دستور 23 المعينة. كل تلك اللجان كانت لجان معينة، يعني دستور 23 وضع واستمر حتى 54 وكانت لجنة معينة. يعني احنا مش هنتكلم على التعيين والانتخاب على القوى الوطنية الشريفة انذاك، يعني ده وضع 23 يسموه لجنة الاشقياء وانتهى يعني 54. وطارق البشري وضع اعلان دستوري في 2011،
ثم اتى دستور 2012. ما ردتش على سؤال، انا بسال على حاجه محدده اسمها المناخ مواتي الان، حتى لاحداث لعمل تعديلات دستوريه او وضع دستور بالطبع جديد رغم كل هذا الانقسام في الشارع المصري وحتى طيب على مستوى النخبه. هذا الانقسام ناتج من تيارات معينه زي الجماعه الاسلاميه الاخوان المسلمين، لكن هناك جماعه تسمى اخوان بالعنف وهي تحتوي على العديد من شباب الاخوان. هذه هذه الجماعه قالت ايه؟ قالت ان هذا الدستور يحافظ على الهويه الاسلاميه. الاشتراكيين الثوريين دول اخوان رافضين للوثيقه ديت، 6 ابريل دول اخوان رافضين للوثيقه، مصر القويه اخوان رافضين للوثيقه. كل من لم يشارك في وضع الدستور او في تواجد في لجنه ال50 يرفض الدستور. دي معلومه بس للعامه، ان من يرفض الدستور هم من لم يشاركوا في وضع الدستور. طيب يعني لحظه واحده، فكره ما هم من الذي لم يدعوهم؟ يعني مصر القويه يعني حد دعاه وهي رفضت في لجنه ال50 6 ابريل. انا بتكلم ما بتكلمش على الاخوان دلوقتي، انا بكلمك يعني تم دعوه الاخوان مصر القويه الاخوان 6 ابريل الشراكين الثوريين اللي رفضوا ده تماما، لان عارفين رئيسه ينتمي لمين. بينتمي لمين؟ مين امين عبد الفتوح ينتمي لمين؟ قول لي انت جماعه الاخوان. وبالتالي كان الراجل بقاله سنوات كثيره خرج عن الاخوان المسلمين، بل بالعكس يعني ده هو نزل الانتخابات امام مرسي وفاتت اصوات الليبراليه في لما نزل انتخابات الرئاسه. ما هو لو نزل انتخابات الرئاسه يبقى يفتت اصوات الاسلاميين مش العكس، يفتتش اصوات الليبراليين يعني عشان يقال ان هو الليبرالي. طيب ياسر، هل ترى ان فكره المقاطعه هي فكره صائبه؟ اليست المشاركه بايجابيه بقول لا انتوا رافضينه هيكون افضل لايقاف حتى فكره خارطه الطريق ويعني تفشيلها من اول خطوه لها الا وهي خطوه الاستفتاء على الدستور؟ الذهاب الى الاستفتاء هو تصريح رسمي بانك معترف بهذه الخريطه ومعترف بهؤلاء الانقلابيين الذين سطروا هذا الدستور باشلاء وبدم وبرك دماء. نحن بين صدد المعارضة، بين مقتول ومشنوق وجاري التعامل معه. هؤلاء لا يستطيعون على دفع مصر إلى النهضة أو إلى دفع مسار ديمقراطي. نحن نقارن الآن بين مستشار جليل مثل حسام الغرياني وبين واحد مسؤول عن اللجنة ال50 مثل السيد عمرو موسى. ونحن نعرف من هو عمرو موسى. ما الذي يعيب عمرو موسى يعني؟ يعيبه كان الامين العام لجامعه الدول العربيه ووزير خارجيه مصر السابق. نعم نعلم كل ذلك، ولكن مع من وماذا وصل الينا في هذه الحقبه وماذا فعلت الجامعه يعني العربيه؟ تقصد ان هو محسوب على النظام القديم؟ نعم محسوب على الفلول ومحسوب على المعارضين. انت الان بتقتل المعارضه، وذهابك الى الاستفتاء يعني ان انت ترجح هذا الفرس، فرص حكم العسكر من جديد. أنت تقول نعم نحن سكنة عسكرية نريدها أن تكون عسكرية، نريد هذا الاقتصاد الذي يملأه الآن 60% بين الحكم العسكريين والموازنة العامة التي يحكمها التي بيد العسكريين. باعوا مصر، فين مصر النهارده؟ مصر النهارده بتتباع. ان النهارده انت عندك مكرونه كوين بتاعت الجيش بدون اسماء، يعني بدون ان ندخل في، لكن في لدينا كثيرة. اعتقد ان لدينا فيديو خاص بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه ورايه فيما يخص، هو اعلن رسميا مقاطعه الاستفتاء، لكن نرى جزء من اعلان التحالف الوطني لدعم الشرعيه والذي يضم عدد كبير من الكيانات السياسيه يقترب من 13 او 14 كيان سياسي، اعلنوا بشكل واضح وصريح المقاطعه لوثيقه الاستفتاء على الدستور او وثيقه لجنه ال50. هي ليست جاهزه حتى هذه اللحظه، لكن سنذيعها على حضراتكم لاحقا. ببساطة السيد مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية قال ما بني على باطل فهو باطل، ولن نشارك في هذا الباطل، ولن نمنح شرعية للانقلاب العسكري. منذ يومين تحديدا بالأمس وأول أمس على ما أعتقد كان هناك اجتماع ما بين بعض القوى السياسية وبين الرئيس المؤقت عدلي منصور، حتى هناك كلام عن تغيير في خارطة الطريق التي وضعها الفريق السيسي. أنتم في حزب الجبهة الديمقراطية أو حزب الجبهة المصريين الأحرار بعد الاندماج، رأيكم هل سنبدأ بالانتخابات البرلمانية بعد الدستور أم بالانتخابات الرئاسية؟ طيب انا بس اقول لك ان الاجتماع ده كان بالامس، واجتماع اول امس كان مع الشباب، شباب كل القوى الثوريه في مصر، الشباب الثوري، الشباب الذي يلعب سياسه. وامبارح كان الاجتماع مع كل قيادات الاحزاب بما فيهم حزب النور،
وكان كل الاحزاب المجتمعي كان الحوار المجتمعي يدور حوالين هل في امكانيه حسب ما يتراءى للشارع وللقوى السياسيه ان يتم تغيير في خريطه الطريق. وكان الاراء البعض ينادي بانتخابات برلمانيه اولا، والبعض ينادي بانتخابات رئاسيه اولا، وحتى الان يتم تجميع كل هذه المطالبات ثم ينظر اليها. نحن نطالب طلبنا صراحه بالانتخابات الرئاسية أولا، لأننا نرى أننا لن نسير على منهج الإخوان عندما يأتي دستور وعندما يأتي مجلس نواب، وهذا المجلس يكون ضالع في اختيار رئيس الجمهورية مثل ما حدث مع محمد يعني موسى. يعني إيه يكون ضالع؟ يعني كان له الأغلبية وبالتالي كان له الأغلبية وبالتالي نوابه كانوا يعملون في المحافظات من أجل رئيسهم. المنطق ان احنا نجيب برلمان يعني انا ارى انا حتى لو بنتكلم في النقطه دي نجيب برلمان علشان يحاسب الرئيس اللي جاي، مش رئيس يبقى منفردا يعني ومعاه السلطه منفردا. يعني ما تقوليش ان الرئيس هيقعد فتره شهرين هيبقى فرعون. طب ليه التغيير في خريطه الطريق الان؟ مش تغيير، احنا نطالب لكن لم نغير، لم يتم التغيير بعد. يعني دي مطالبه نحن نرى ان رئيس الجمهوريه عندما يتواجد سوف يكون هناك سبورت للدوله، يكون هناك دعم للدوله. تنظر باقي الدول والمؤسسات في رئيس مؤقت موجود عادل منصور بعده رئيس المؤقت ما زالت صلاحياته محدوده. انتوا بتدعموا يعني مين؟ هتدعموا مين في الرئاسه؟ كان في كلام ان السيسي هو احنا قلنا اقرب اليكم. احنا قلنا سوف ندعم من يتوافق عليه الشعب المصري. يعني ايه من يتوافق عليه الشعب المصري؟ يعني لما يكون في اجماع للشعب المصري، والشعب المصري وبعدين في نقطه ثانيه مهمه. نعرف الاجماع ده ازاي يعني؟ انا هقول انت مديني فرصه بس. ما هو انت بتقول اصل الاجماع ده مفيش حاجه اسمها اجماع قبل الانتخابات. يعني بنتكلم في من يجمع عليه من يجمع عليه الشعب المصري ويكون الشعب المصري لديه قبول لدى الشعب المصري سوف نتوافق عليه. لا نرشح فلان بعينه الا اذا كان لديه برنامج انتخابي، وهذا البرنامج هو دلاله واضحه على انه سوف يتبع نفس المطالب الشعبيه التي طلبنا بها من 25 يناير. لن ننتخب رئيسا لا ينادي بالمطالب الشعبيه. غزالي حرب بيقول ان هو شايف ان السيسي الافضل للمرحله المقبله، ده رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه. طبعا هو ده رايه كرئيس حزب. واخد بالك؟ وانا اعضده في هذا الراي. تعدد ان السيسي هو يكون الرئيس؟ انا اعضده في هذا الراي. لو السيسي عرض برنامجه وبرنامجه توافق معايا، ما تنساش ان محمد مرسي من اسقطه هو برنامجه الانتخابي عندما لا يوفي بوعد ال 100 يوم، وعندما لم يحقق ادنى مطالب الشعب المصري تم اسقاطه من قبل الشعب. وما ننساش جملته الشهيره من قبل الجيش، وما ننساش جملته الشهيره قبل الانتخابات لما كان بيخوض الانتخابات الرئاسيه وكان بيطرح في حملته، قال صوروا عليا ان لم احقق مطالبكم. ليه السيسي طالما هو احنا صرنا عليه برنامج انتخابي؟ ليه السيسي هو يرى ان الفريق السيسي هو الاقدر في المرحله؟ لان الشعب المصري كان ينتظر بطلا منذ 67، لم يتواجد بطل مصري او زعيم مصري يتبنى مطالب الشعب. هي بطوله السيسي؟ اقول لك انا هي بطوله السيسي. اولا تبنى مطالب الشعب المصري عندما خرج 30 يونيو للمطالبه باسقاط هذا النظام الفاشل الاستبدادي الاخواني، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه كانت له يد ضالعه في تبني طنطاوي اولى على فكره، لان طنطاوي برضك كان على يعني المجلس على راس المجلس العسكري عندما تنحى حسني مبارك. بقى كانت فتره اولى يعني. ما تنساش ان طنطاوي يا امير يا مشير انت الامير. يعني هو ليه يعني طبعا ان السيسي بطل اي بطوله تتحدث عن لحظه بطوله بعد اذنك ساعود ليك. يعني هو راجل تبنى مطالب الشعب المصري وضحى برقبته، وكان ممكن ان يتم اعدامه لو فشل 30/6. علشان كده نرى ان هو اقدر من فتره قادمه. وبعدين ما ننساش مبادراته الكثيره، ما ننساش المبادرتين الاخريتين. مبادره منهم بايصال نهر النيل بنهر الكونغو للتغلب على مشكله السد. المبادره الاخرى التي لم يقوم بها زعيم مصري منذ محمد علي، يعني يمكن الوحيد اللي عملها محمد علي بالفعل، ان هو تبني اطفال الشوارع وتدريبهم مهنيا حتى يكونوا افراد صالحين في المجتمع. ده مين اللي تبنى دوت؟ الفريق السيسي؟ الجيش المصري. الجيش المصري؟ الجيش المصري. مبادره اطلقها الفريق السيسي وتبناها الجيش المصري. يعني حتى اطلقها على اساس بما انه وزير الدفاع ولا وزير التضامن الاجتماعي؟ اطلقها لانه ودي بطوله. طب ما هو محمد مرسي اطلق مبادرات كتير. ايه البطوله بتاعتك؟ اديني مبادره واحده يعني. ايه البطوله في ان انا اطلق مبادره؟ اديني مبادره واحده اطلقها محمد مرسي. الفاضل انت بتقول ان هو بطل عشان اطلق مبادره لاحتواء مطالب الشعب المصري في 30/6 وكاد يضحي برقبته من اجل الشعب المصري. نحن نتحدث الان عن بطل قام بقتل وذبح الكثيرين والالاف في الشوارع، وهذا ونتحدث عن رئيس ديمقراطي سابق لم يقتل في عهده غير 5 اشخاص، ونحن نتحدث عن بطل قتل وذبح والان يشيد السجون ولا يوجد حكم للشباب.
نحن الآن نطالب حكم إسقاط حكم العسكر والشباب يحكم مصر. أين الشباب الآن؟ نحن بين حكومة عاجزة عواجيز عبارة عن مجموعة من العواجيز طالعين من المتحف المصري لا يستطيعون حتى على إقامة إدارة شركات. نحن نتحدث على الآن على سكن عسكرية، الشركات القابضة 8 شركات قابضة مسؤولة عن عسكر. نحن نريد توقف حكم العسكر، لا نريد حكم عسكر تاني. السيد يتحدث عن الديمقراطية ويتحدث عن بطولات لشخص، شخص لم يفعل شيء للشباب، شخص لم يفعل مصر جديدة، لم يجعل مصر مدنية. يعني هذا من الهرق. ولكن هناك بعض النقاط المهمة. نحن نستطيع الآن نقول على هذا الدستور، على بعض الكلمات حذفت ليس لها أي قرار لمستقبل مصر. نحن نقول مثلا حذف كلمة الأمة الإسلامية، حذف الكلمة الإسلامية، حذف كلمة الوقف، حذف التراحم وحد الكفاية. عندنا مادة كاملة زي المادة 11 اللي هي تعد الدولة، الأخلاق والأداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية، كل هذه المواد المطلوبة. والآن صناعة فرعون جديد مثل حماية وزير الدفاع الذي يتم الآن تلميعه ودفعه لأن يكون رئيس جمهورية، وصناعة فرعون جديد ليس لا الفراعنة ليس لها مكان غير المتاحف والأهرامات، ليس على حكم مصر وليس على الأشلاء وعلى قناة. دعنا نعرض بعض الفيديوهات الخاصة بحملة باطل المناهضة لوثيقة لجنة 50 والتي تحشد لمقاطعة هذه الوثيقة، فلنشاهدها وبعد ذلك نواصل هذا النقاش. إذن مشاهدينا ما زلنا معكم، عرضنا على حضراتكم بعض الفعاليات المناهضة لوثيقة لجنة 50، بعض التظاهرات الرافضة لهذه الوثيقة والرافضة عموما لفكرة الانقلاب العسكري. وكان هناك بيان من قبل حملة ما يسمى بحملة تمرد والتي عبر عنها ضيفي في أول ما قال إنها حملة تجمع عدد من الشباب الذين ليس لهم باطل عفوا الذين ليست لهم انتماءات سياسية معينة. بيقولوا في بيانهم إن من يدعو حملة تدعو حملة باطل جمهور الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وندعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور لأنه باطل ووضع من خلال لجنة باطلة غير شرعية بمجرد المشاركة
في الاستفتاء، فهذا اعتراف منك بلجنة الخمسين التي وضعت الدستور، اللجنة التي عينها انقلاب عسكري غاشم بمجرد المشاركة في الاستفتاء، فهذا اعتراف منك بالانقلاب العسكري الغاشم الذي حدث في 3 يوليو الماضي بمجرد المشاركة في الاستفتاء، فإننا نضيع حق الشهداء. مجرد المشاركة في الاستفتاء تعني عودة مبارك وعسكرة الدولة أو ما شابه. ردك على هذا البيان أستاذ مجدي. طبعا انا مش عارف يعني انا مش كل يعني جماعه اتلموا مع بعض وضربوا بريل وادركوا خدوا المون شجاعه وراحوا عاملين لي حمله نجيبهم يعني نجيبهم بالك يعني ما هو مش كل خمسه تمرد كانوا مجموعه من الشباب معلش تمرد تفتح ولا يمكن انت قلت في الاول يعني مين بيتحدث باسم مين يعني مش كل خمسه سته تلموا قهوه واخد بالك وجمع شويه ورق دون ان نقلل من الناس خلينا نتكلم على المضمون يا استاذ بس انت عايزني على حاجه بلاش المضمون دوت اتنزل مصر وشوف طيب اسمحني يا استاذ احمد لحظه لا بلاش نغلق يا استاذ احمد عايزك تنزل مصر وتبص بعينك ما احنا شايفين مصر اهو بص ايدينا ونازل في الشوارع رافض للانقلاب ورافض الوثيقه بس اي مصر اللي بتتحدث يا سيد الفاضل انت قلت في بدايه كلامك ايه حركه تمرد جت عفويه منك ليه؟ لان ما فيش اعتراف في مصر كلها غير بحركه التمرد انها الوحيده اللي كانت فاعله. وخليني اقول لك يعني ايه لجنه باطله؟ لما لجنه طارق البشري اللي على اساسها اتحط الاعلان الدستوري اللي جاب محمد مرسي رئيس كانت لجنه باطله لانها معينه ومعينه من مجلس عسكري برضه. بس يعني ما نتكلم بقى كنا هنتكلم سياسه ما دي لجنه باطله اللي كنت بتقول على لجنه طارق البشري لم تضع دستورا جديدا لمصر. يعني ايه لحظه يا استاذ ياسر اسمح لي الدستور يعني انا مش عايز اخلط السياسه بالدين طيب. ومش عايز اتكلم على كلام ياسر برهامي ولا كلام علي جمعه ولا كلام محمد حسين يعقوب بتاع ثوره الصناديق. انا عايز اقول لك ان الحزب النور بقى الراجل الحزب اللي بيلعب سياسه بيقول ايه؟ بيقول ان الدستور ده بيحقق مرجعيه الشريعه الاسلاميه وده الحزب كان مناصر المقابل مناهض لجماعه الاخوان المسلمين. لنظم بس الحديث بعد اذنك يا استاذ لحظه هاجي حضرتك ومناهض لحزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين. الان اصبح هذا الحزب من الخوارج اصبحت الشريعه الاسلاميه من مباطله اصبح الحزب السلفي باطل الان اصبح باطل. طيب انا ساعود اليك لكن لمشكله فنيه بسيطه سنخرج الى فاصل قصير وبعد ذلك نواصل هذا النقاش ابقوا معنا. صوتي يرجع للانتخابات تاني مش حاجه تفرض عليا واحنا لا اخوان ولا تبع حد احنا مصريين وشباب مصريين ونطالب بزوال حكم العصر لكن لازم نتبع الحريات حريات الشخصيه مش اللي يقول رايه يتضرب بالرصاص بدون عنف بدون انتقام ما ننساش منظرة المنصة، ما ننساش أحداث الاتحادية، ما ننساش كل القتل اللي حصل، جايين عشان نقول لا للدم، جايين عشان طارد الشهداء. احنا من شواطئ البحر وعلى ضفاف النيل ننقل نبض الشارع ونرصد واقع الحال جولة في محافظات مصر نقترب خلالها من الحدث والإنسان فقط على الجزيرة مباشر مصر. أحداث كثيرة من حولنا، أسئلة تبحث عن إجابات، البحث عن الحقيقة قد يطوف بك العالم بلا خارطة ولا خط سير مسبق، لكن هنا على الجزيرة مباشر تجد دليلاً في رحلتك. لغايه الان ولا معول. اهلا بكم من جديد. نواصل لو سمحتوا يا جماعه نواصل هذا النقاش حول ما بين مقاطعه الاستفتاء على وثيقه لجنه الخمسين او ما بين قبولها والتصويت عليها بنعم. ينضم الي عبر الهاتف لاثراء هذا النقاش الدكتور محمد عبد اللطيف
أحد قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية والقيادي بحزب الوسط. أهلا بك معنا أستاذ محمد. دكتور محمد هل أنت معي؟ مع حضرتك. يعني عبر التحالف الوطني عن وجهة نظره فيما يخص لجنة الخمسين وأعلن عن مقاطعتي لهذه الوثيقة بشكل عام، لكن تبقى وجهة نظر تقول ألم يكن من الأولى أن تشاركوا وأن تدعوا للا، وبالتالي تكون هناك عمليات إفشال حتى لفكرة خارطة الطريق من بدايتها. دكتور محمد، هو حضرتك يعني بداية هذا الكلام أنه يعني هذه الوثيقة المقدمة دي معتمدة على الانقلاب اللي حصل في 3 يوليو، وطبعا ده انقلاب ضد الشرعية، بالضبط زي حضرتك ما يبقى عندك بيت واحد يسرق منك وكده يقول لك تعالى قول لي رأيك لما اجي اغير الوان الشقة بتاعتنا. طبعا مش ممكن تروح تشوف الوان الشقة في بيتك المسروق. فاحنا كده عندنا مشكلة شرعية، مشكلة أساسية في موضوع الشرعية. لا يمكن ان احنا يعني المشاركة من وجهة نظرنا في هذا الاستفتاء سواء بنعم او بلا معناه ان انا وافقت على سيرة البيت. فده من الناحية المبدئية مش مقبولة. ناهيك بقى انه زي ما البيان اللي صدر امبارح عن التحالف ان في اشياء متعلقة بالنواحي السياسية او اشياء متعلقة بالنواحي القانونية والنواحي الاجرائية كلها مليئة بالمشاكل الكتيرة جدا. يكفي ان احنا نقول ان هذه الوثيقة بتجعل القوات المسلحة في مصر للاسف يعني هي الاصل في مصر وليس الشعب المصري. هذه الوثيقه بتجعل ان القوات المسلحه اولا لا يستطيع رئيس الجمهوريه انه يعين وزير الدفاع. مجلس الدفاع الوطني اغلبه من الشخصيات العسكريه وليس في توازن مع القوى المدنيه مثل ما كان في دستور 2012. هذه الوثيقه بتجعل التقاضي بين العسكريين ما يخص اي تقاضي يخص العسكريين أمام القضاء العسكري حتى لو في أمور مدنية مع مدنيين، بيجعل يعني برضو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بقى شيء مطلوب. ففي نوع من أنواع الحقيقة أنك بتلغي دور الدولة في مصر الآن لصالح القوات المسلحة، وده يعتبر أحد الأشياء الكبيرة جدا التي يعني إيه تلغي هذه الفكرة أساسا حتى بعد موضوع الشرعية نفسها. طيب دكتور محمد، حضرتك أوردت بعض النقاط أنا في تقديري أن تحتاج رد من السيد مجدي حمدان وهو القيادي بجبهة الإنقاذ وحزب الجبهة الديمقراطية، فابقى معي دكتور عبد اللطيف لو سمحت. تفضل. طيب دكتور محمد عبد اللطيف يتكلم على جزئيتين هامتين جدا. الجزئية الأولانية أن آلية تعيين وزير الدفاع، واحنا شفنا نفس الآلية دي موجودة في دستور 2012 في المادة 195 اللي كانت بتقول عين وزير الدفاع من رجال الدفاع، ما قالتش ان هو يبقى راجل مدني. 195 ودي نفس البند الذي تم رفضه من جماعة الإخوان المسلمين في وثيقة علي السلمي الوثيقة الفوق الدستورية، اخذوا نفس النص وحطوه في مادة 195. دي جزئية. الجزئية الثانية اللي كانوا بيتكلموا عنها اللي هو تحرص الدولة المجتمع على الالتزام بالطابع المصري الأصيل، وده اللي كان هيفتح الباب لجماعات الامر المعروف اللي تكونت على اساسها الميليشيات المسلحه في اسيوط. اذا كنا نسينا انتهى خدت هذه الماده اللي هي الماده العاشره من الدستور واحد مكونه ميليشيات مسلحه في اسيوط، ده كان بدايه لانتشار الميليشيات المسلحه في مصر كلها وايصال مصر الى الوضع الراهن زي ما حصل في سوريا بالظبط وبيحصل في ليبيا. كانت الصوره في النهايه احنا لم نحصن الفريق السيسي، لكن حصلنا مؤسسه الجيش، لان احنا شايفين ان الجيش ضد مين؟ المؤسسه الوحيده الباقيه ضد اي اهتراءات او خروج عليه او تطاول عليه من قبل من يعتقدون بانهم القوى المثلى في الشارع المصري. حصلنا وزير الدفاع لمده دورتين وجعلنا مؤسسه الجيش مؤسسيه بانها تشارك في اختيار وزير دفاعها. طيب يا استاذ عبد اللطيف، ولا يمنع عليه وزير الدفاع من ذلك. اغلق معك لو لك تعليق اخير على ما ذكره السيد مجدي حمدان. دكتور محمد عبد اللطيف هل انت معي؟ انا مع حضرتك. نعم. هل استمعت الى رد السيد مجدي حمدان؟ لك تعليق عليه؟ انا طبعا بقول ان انا استمعت الكلام غريب جدا. لانه اولا دستور 2012 اللي يقرا 2012
ملوش اي علاقه بالكلام اللي قاله الاستاذ مجدي خالص. هتطلع الماده ويعني تعيين وزير الدفاع ما فيش اي كلام متعلق بالموضوع ده، يا ريت يقول لي الماده اللي قالها. 195 نحن لم ناخذ الفرصه حتى الان بحديث بعض الملاحظات. لحظه اتفضل يا اكمل يا استاذ لطيف لو سمحت، اكمل بقيه فكرتك الى النهايه بعدين. فاللي بقوله انه الكلام ما فيش في دستور 2012 حاجه على تعيين وزير الدفاع. ماده 195 لم يقاطعك اساسا وانا لم اقاطعك. لو سمحت لو سمحت انا مش قادر اسمع كده حضرتك. اتفضل يا استاذ عبد الله. اتفضل يا دكتور. ما فيش حاجه في الدستور اللي بتخص على تعيين وزير الدفاع من العسكريين، وده ممكن يبقى امر منطقي لانه موجود في بلاد بلاد. طيب في بلاد فيها بيبقى وزير ممكن يبقى مدني او عسكري، لكن موضوع التحصين ده في الحقيقه انا اظن ان هي دي هتبقى المسبار الاخير في نعش هذا الانقلاب اللي بيحصل في مصر. ويا ريت اللي يتكلم على الدستور 2012 يبقى قريب، دي نمره واحد. نمره اثنين فيما يتعلق بالطابع المصري الاصيل وايه علاقتها بالميليشيات، انا برضه مش فاهم اي حاجه. اللي عاوز يعمل ميليشيات ما هيعملها بصرف النظر الموجوده في الدستور اللي مش موجوده. فده نوع من انواع الخلط الغريب جدا في المسائل اللي لا احد يفهمه يعني حضرتك. طيب يعني هل ترون اخيرا فكره المقاطعه ستلقى قبولا لدى قطاعات في الشارع المصري؟ يعني هل تتوقعون ذلك ام لا دكتور مجدي؟ هو بالتاكيد حضرتك في يعني في اعداد كبيره من المصريين ناوت على المقاطعه من اتجاهات مختلفه، ده امر مسلم به. لكن هذا لا يمنع انه حتى لو يعني الناس راحت هيبقى في اعدادها تروح، خصوصا في غياب ضمانات لنجاح الانتخابات او ضمانات لعدم التلاعب فيها، ودي للاسف في مداخل كثيره لهذا التلاعب. في جميع الاحوال حتى لو الناس قالت نعم ونحن نتوقع هذا في ضوء غياب هذه الضمانات، سيكون هذا الدستور اصلا غير شرعي ولن يكون على المدى البعيد هناك دستور في مصر مش شرعيه الا دستور 2012. شكرا جزيلا دكتور محمد. نحن الان يا استاذ احمد انا لم اخذ في النظام الشرعي. لا نعم ياسر وساعود اليك اعطيك فرصه. نحن الان بين دقيقه ودقيقه حتى نختم. لا حتى في نقط في الاخر، هناك جيش وقضاء عسكري. القضاء العسكري الذي يولي رئيس وزير الدفاع لفترتين اخرتين. ثاني حاجه، هذا الدستور بمنحى من الامر كله ليس له علاقه بدستور 2012 تماما. هذا الدستور يوفر الحياه العسكريه والسكن العسكرية والقضاء العسكري. نحن هذا الدستور يحمل محاكمات عسكرية، يحمل محاكمات عسكرية، يحمل كوارث. نحن بهذا السطر الأخير الذي نقول أنت اعترافك بالذهاب أن تقول لا أو نعم هو اعترافك بالانقلاب العسكري واعترافك بهذه البرك الدماء وقتل الشهداء. كلمة أخيرة منك دكتور محمد عبد اللطيف. لم يقرأ الدستور 2012 جدا، المادة 195 التي كانت تنص على تعيين وزير الدفاع موجودة للرجال القوات المسلحة، لكن لم تحصن وزير الدفاع من رجال القوات المسلحة. واحنا نفس المنهج، انا لما اشارك القوات المسلحة لم يتم تحصين وزير الدفاع. لو سمحت، انا لما اشارك القوات المسلحة يبقى انا بعمل مؤسسة. لا لا، هي قالت من بين رجال القوات. المهم جدا، لكن لم تحصن. انا عايز اقول لك وزير الدفاع عشان نقول كلام صحيح. على الدستور 2012 2013 اسف، هذا الدستور يحقق المساواة في كل ما بين كل افراد المجتمع المصري. هذا الدستور يوجد آلية لمحاسبة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. لا يوجد محاسبة. هذا الدستور يعطي الطفل والمعاق حقه. شكرا. هذا الدستور يعلو بمصر. لا لا لا، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ، كما أشكر ياسر الشريف المتحدث الإعلامي باسم حملة باطل ومسؤولي الملف الخارجي للحملة. أشكركما شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا على طيب المتابعة. في أمان الله.